تمكنت قوات الجيش الأربعاء من تحرير جبل قهبان وتبت الحامد في مقبرة محافظة تعز في هجوم مضاد ردا على محاولة تسلل حوثية. وأكدت المصادر مصرع أكثر من 18 حوثيا بينهم قيادات ميدانية جراء المعارك التي لا تزال متواصلة في عدد من مواقع الجبهة. وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال متواصلة وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الإنقلابية.